السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل من الوحدة 17 القسم 1 الدارات الكهربائية البسيطة منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2016-2017. حياتنا عادة فاختر لنفسك أفضل العادات. ردد شعاري المثابرة. أقرأ أفهم أحفظ أطبق ومفتاح النجاح بعون الله في إيدك. جيب الدفتر اللي بتكتب فيه حل المسائل وجيب الورقة اللي بتكتب فيها المعادلات الخاصة بالوحدة 17 واللي أنت جهزتها كل درس بدرسه. ثلاث مقاومات قيمتها 22 أوم موصلة على التوالي من خلال مولد قدرته 125 فولت. ما هي المقاومة المكافئة للدائرة؟ هذا الطلب الأول. الطلب الثاني، ما هو قياس التيار داخل الدارة الكهربائية؟ فرسمت لك الدارة الكهربائية، هذا يمثل المولد، وهذه R1 وهذه R2 وهذه R3 موصولة على التوالي، يعني بحلقة واحدة. في دائرة التوالي دائما الآر المكافئة تساوي لمجموع المقاومات، هذه القاعدة الأولى. من نجمع 22 زائد 22 يساوي 66، أو بتكتب 22 ضرب 3 يساوي 66، لأن تكرار الجمع بتحول لضرب، يعني 22 تجمع 3 مرات تضرب 22 ضرب 3، 22 تجمعها، يعني الجمع المتكرر بيتحول لضرب. الطلب اللي بعده، ما هو قياس التيار داخل الدائرة؟ نستخدم المعادلة هذه، I كابيتال التيار دلتا B جهد المصدر، و R إيكوال هي المقاومة المكافئة. جهد المصدر 125 فولت، و R إيكوال أو R المقاومة المكافئة 66 أوم. بتجيب الآلة بالحاسبة، 1 2 5 تقسيم 6 6 ويساوي، تطلع عندك 1.8939. تأخذ 3 أرقام معنوية أو رقمين معنويين، يعني بتطبق قواعد الأرقام المعنوية. في رعاية الله، وما تنسونا من الدعاء.